ما معنى الحجاب لغة وشرعا؟ الحجاب لغة الساتر من كل شيء، كل ما يحجب البصر يسمى حجابا، سواء كان حسيا أو معنويا. فالحسي هي الجدار والسترة والذلك، والمعنوي مثل قوله تعالى ومن بيننا وبينك حجاب، فاعلم إننا عاملون. هذا حجاب معنوي، حجاب الضلال والعياذ بالله بين الكفر والإعراض عن الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل. هذا شرعا، هذا لغة. وأما شرعا فالحجاب يراد به ستر المرأة عن الرجال، يراد به ستر المرأة عن الرجال بأن تغطي جميع جسمها عن الرجال. هذا هو الحجاب الشرعي الذي أمر الله تعالى به في قوله: فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال تعالى: يدلين عليهن من جلابيبهن، هذا حجاب. قال تعالى: ويضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا حجاب. جزاكم الله خيرا.